بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله اليوم المحاضرة الأخيرة من مجموعة التشيست والهارت الإيميجينج، راح نختمها إن شاء الله بالإيميجينج أوف هارت أند بالمونري فيسلز. طبعاً الإيميجينج أوف ذا هارت يمر بموداليتيز عديدة وأكيد متطورة، مثل كل الإيميجينج موداليتيز تبدأ بالبي إتش إس إكس راي اللي هو راح يكون معظم اهتمامنا به، والإيكوكارديوغرافي والدوبلر ألتراساوند فور ذا هارت والراديو نيوكلايد والإم آر آي، وأكيد كل إنفستيجيشنز لها سيرتن إنديكيشنز أند سيرتن ليميتيشنز، وإلا ما كان عندنا هذا العدد من الإنفستيجيشنز. مثل ما ذكرنا اهتمامنا راح يكون بال conventional chest X-ray. Heart in the chest X-ray is a conical form and is closed by pericardium. وتذكرون في المحاضرات السابقة لما كنا نحكم عن mediastinal shift هو by looking to the cardiac shadow and the mediastinum، وذكرنا أنه إذا وضعنا خط في منتصف الشيست يمر بالسبينس بروسيس أو الدورسال فيرتبرا، هذا الخط راح يقسم لنا الكارديك شادو إلى 1 ثيرد تو ذا رايت اند 2 ثيرد تو ذا ليفت. هذه المعلومة راح تساعدنا بأنه نعرف إذا كان اكو كارديك شيفتينج تو ذا ليفت أور تو ذا رايت. أيضا بالشيست اكس راي ذا هارت هاز بوردرز، تشمل لنا رايت بوردر اللي هي ميني by right atrium والانفيريور فينا كافا، والليفت بوردرز باي ذا ليفت فنتريكل and the pulmonary trunk as well as the aortic arch. While right we have ascending aorta and superior vena cava. A lower cardiac border usually made by the right ventricle. من المعلومات اللي تعلمناها بالعملي مع الجروبات اللي أخذت العملي واللي راح تتعلموها إن شاء الله أيضا بالسيشنات العملي للجروبات القادمة إن شاء الله واللي راح نذكرها أيضا بالمحاضرة، هي what's called cardiothoracic ratio. Cardiothoracic ratio is an important ratio راح تخليك to judge من chest X-ray whether this cardiac shadow is enlarged or not. يعني عندما يكون أمامك chest X-ray راح نقدر نقول أنه this heart is enlarged or not subjectively، مو objectively، مو subjectively، not just by يعني تخمين وإنما بقياس. طريقة القياس هي مثل ما واضح في هذا الفيلم. زين تلاحظون هذا الخط، هذا الخط يمثل لنا الماكسيمم كاردييك دايمتر، والخط الثاني يمثل لنا الماكسيمم تشيست دايمتر ماخوذ من الانر بوردر اوف ذا ريبس يعني الى حد البلورا، ونقسم الخط هذا الاول اي على الخط بي، والمفروض الريشيو تكون اقل من 50%. يعني اذا كان التشيست دايمتر او الثراسيك دايمتر 30 مفروض الهارت يكون 15 سنتيم او اقل حتى نقول عنه نورمال. هل في كل التشيست اكس ريز؟ لا طبعا، لازم يكون البيشنت اريكت، الفيلم لازم يؤخذ بوضع اريكت ويكون بوضعيه البي اي وليس الاي بي، ووذ جود انسبيريشن وما بي روتيشن. لازم يكون التكنيك اوف ذا تشيست اكس ريز اوبتيموم حتى نقدر نحدد whether this cardiac shadow is enlarged or not. سؤال يطرح نفسه، هل كل enlargement of the cardiac shadow بـ chest x-ray تساوي لنا cardiomegaly؟ يعني في معظم الأوقات نعم، في معظم الأوقات نعم. The most common cause of the enlargement of the cardiac shadow بالchest x-ray هو الكارديوميجالي، ولكن عندنا استثناءات، أنه ممكن pericardial effusion موجود، الheart chambers normal ما بيها enlargement، فقط pericardial effusion موجود ويعطينا إيحاء أنه this is an enlargement of cardiac shadow، أو ممكن يكون عندنا anterior mediastinal mass. Mediastinal mass بي chest و overlapping cardiac shadow تنطينا إيحاء أنه الهارت is enlarged، أو prominent epicardial fat pad or pictus excavatum مثل ما راح نشوف في الأشعاعات القادمة. فإذا في معظم الأحيان enlargement of cardiac shadow يساوي لنا cardiomegaly مع وجود بعض الاستثناءات مثل هذه الأشعاعات اللي نشوفها. إذا تلاحظون أنه this heart is enlarged بس enlarged بشكل غريب، يعني أنه هو مو chamber enlargement مثل ما راح نلاحظ بالسلايدات القادمة أو congestive heart filler، وإنما شكله مثل الفلاسك شيب مثل دورق الاختبار، بحيث إذا خليت خط بالوسط شوف أنه enlargement is symmetrical. هاي عادة يجيب لك إياها بالامتحانات chest X-ray مثل هذا enlarged cardiac shadow، وبعدين يجيب chest X-ray normal heart normal cardiac shadow ويقول مثلا هذا المريض هو نفس المريض لكن بعد يومين أو ثلاثة، فالإجابة تكون هي أكيد pericardial effusion، لأنه لو كان عندنا
مثلا congestive heart failure ما ممكن يروح بعد يومين ويرجع الكاردياك سايز لي النورمال، بينما البريكارديال افيوجنز ممكن بالتريتمنت او بطريقة السحب الفلويد ممكن يصير بشرينكج واير يرجع الكاردياك شادو للنورمال سايز. اذا تلاحظون هذه الاشعتين هي نفس المريض، واحده فرونتال تشيست اكس راي والثانيه لاترال تشيست اكس راي، تشوفون انه الهارت از ديفييتد تو ذا ليفت وكانه الرايت كاردياك بوردر از نوت ويل سين. ممكن تنطق إيحاء أنه there is an enlargement of the cardiac shadow، لكن لما أخذنا lateral chest X-ray شوفوا إيش لاحظنا، لاحظنا أنه the sternum is abnormally curved inward towards the chest، وهذا ما نسميها بالبيكتس إكسكافاتم، يعني shape the sternum عمل compression على chest ودفع لنا left heart باتجاه left hemithorax وانطانا هذا shape الخادع، هو بالحقيقة normal heart. زين هذه الصورة الأخرى هي طبعاً right cardiophrenic angle obliterated by opacity، والopacity هذه عملت إن obliteration the right cardiac border لأنه هي at the same level مثل ما أخذنا بالسيلود ساين اللي شرحناها في بداية المحاضرات، فانطتنا إيحاء أنه ال heart is enlarged، في حين أنه ال heart is not enlarged only there is a epicardial fat وممكن نتأكد منها بمقارنتها بأفلام أفلام قديمة، لأنه عادة الفات باد يكون موجود لسنوات طويلة، زين يكون patient asymptomatic أو ممكن we can proceed to CT scan to make sure. وهذه طبعا صورة CT scan axial sections لهذا المريض توضح لنا أنه ال heart is normal، لكن اللي سوانا ال enlargement of the cardiac shadow هو ال accumulations of the fluid in the pericardial space. واضح؟ واضح الشرح؟ زين زين، احنا لو تكلمنا عن الكارديوميجالي ككارديوميجالي يعني enlargement of cardiac shadow اذا كان كوز مال كارديوميجالي، فكلنا نعرف ان الكارديوميجالي enlarged يعني for many causes، اهمها هي مثلا mitral valve disease valvular disease أو مثلاً congestive heart failure اللي مثلاً يتبع عنه ischemic heart disease وإلى آخره، أو ممكن يكون congenital heart طفل وعنده cyanosis وناخذ له chest X-ray يطلع enlarged heart، نفكر بالcongenital heart disease مثل التوف والإبشتان anomalies وغيره. نعرف أنه pericardial diffusion pericardium هو عبارة عن pericardial space، هو عبارة عن space يحوط لنا الheart ويتكون من two layers. Lubrications للموفمنت أثناء طبعا الهارت pulsations وأثناء الموفمنت of the chest وإلى آخره. هذه الكمية لا تتجاوز 50 مل of fluid، فإذا زادت هذه الكمية عن حد المطلوب لأسباب كثيرة بهذا الوقت راح نسميها pericardial X-ray appearance of the pericardial effusion مثل ما تتوقعون نتوقع كلنا. إذا كانت الكمية كلش قليلة ممكن ما نشوف normal chest X-ray، أما إذا كانت الكمية أكبر راح نشوف what we call it water bottle configuration X-ray السابقة اللي هي بالضبط هذا الشكل. تشوفون الكارديك شادوز enlarged والشيب of the enlargement ياخذ flask shape مثل دورق الاختبار أو globular بهذا الشكل enlarged بالبوث سايز، ومثل ما ذكرت لكم انه هذه احيانا تيجي بالامتحانات يجيب لك هذا chest X-ray ويجيب لك chest X-ray بعد يومين ثلاثه تشوف الكارديك شادوز نورمال، يقول لك شنو الموست بروبابل اندرلاينج باثولوجي بيهايند ذيس كارديك شادو انلارجمنت، فتتوقع انه ذيس از ابيريكارديال افيوجن. بالنسبه للكارديوميجالي انلارجمنت اوف ذا هارت كود افكت single chamber alone، يعني ممكن بس الرايت اتريوم او بس الرايت فنتريكل او بس الليفت اتريوم او بس الليفت فنتريكل، والله هو الاغلب العام انه more than one chamber is affected، لكن احيانا الافكشن يكون باحد الشامبرات of the heart بشكل اوضح من البقيه. زين خلينا نشوف اذا كان عندنا فقط ليفت اتريال انراجمنت ايش راح يصير. احنا ذكرنا في البدايات انه الرايت كاردياك بوردر تتكون من الليفت اتريوم، لو صار انلارجمنت بالليفت اتريوم راح نشوف دبل دنسيتي او يسموها دبل رايت سايدد كاردياك بوردر. بعد شو نشوف؟ شو نشوف؟ نشوف انه this is the trachea, this is the right main bronchus and this is the left main bronchus. راح نشوف سبلينج اوف ذا كارين، هاي الانجل
حوالي 70 أو 75 بالنورمال. لو زادت إلى مثلا 90، إذا زادت عن 75 فهاي واحدة من signs of the left atrial enlargement. بعد إيش ممكن نشوف؟ ممكن نشوف أنه we have bulge here, bulge here in the left cardiac border تحت the pulmonary trunk. هذا البلج إذا كان موجود فهو يعنينا أنه left atrial appendages also enlarged, also enlarged. إذن collectively the left atrial enlargement will be seen as the double right cardiac border splaying of the carina or plus minus bulge below the pulmonary trunk. إذن a right atrial enlargement will cause this bulge in the right cardiac border. هذه الأشعة جماعة اللي داوموا عملي عرفوها كلش زين. هاي شنو شو تمثل لنا؟ منو موجود من الجماعة اللي أعطيناهم عملي؟ Right ventricular enlargement. شو يصير بالright ventricular enlargement؟ Boot shape heart. Boot shape heart يعني ال right ventricle شلون نشوفها بالchest X-ray؟ شبيها cardiac apex؟ تكون rounded و pounded for يعني elevated rounded و elevated rounded and elevated يختلف عن left ventricle اللي راح نشوفها. بعد شو نشوفه بهذا الفيلم بالتوف؟ right aortic arch. إيمان عافية right aortic arch و lung oligemia وراح نشوفها. إذا نرجع لموضوعنا right ventricle enlargement مثل ما ذكرت إيمان أنه there will be rounding of the cardiac apex and elevation فينطينا هاي البوت شيب وهنشوفها بالتوف. زين. This is a left ventricular enlargement. The left ventricular enlargement, the cardiac apex will be shifted laterally towards the chest wall or inferiorly. مو مثل بالright ventricle. بالright ventricular enlargement راح تشوفون الheart, the cardiac apex بهذا الشكل rounded and elevated. بالleft ventricular enlargement بالعكس راح تكون pointed towards the chest wall و directed inferiorly. هاي باختصار ال radiological features of the chamber enlargement من the left atrial enlargement اللي هو double right side cardiac borders و splaying of carina و sometime with the bulge below the pulmonary trunk من right atrial enlargement اللي هو يكون bulge بالright cardiac border right ventricular enlargement اللي هو هذا rounding and elevation of the cardiac apex وأخيرا left ventricular enlargement اللي هو يكون shifting of the cardiac apex laterally and inferiorly. من ال pulmonary problems pulmonary vascular problems بالchest هي موضوع مشهور جدا هو pulmonary edema وهذا you will face it commonly in the surgical or medical ward بالكيسات سواء كانت medical أو surgical. شنو هي pulmonary edema؟ وعبارة عن abnormal accumulation of fluid into the extravascular compartment of the lung وأكيد الأسباب معناته قد تكون cardiogenic مثلا congestive heart failure أو non-cardiogenic مثلا الغرق الفات embolism يعني الـ IRDS الـ hyaline membrane disease لها لستة طويلة من الأسباب اللي ما راح نتطرق لها بالتفاصيل. اللي يهمنا هو هذا اللي يهمنا هو chest X-ray appearance of the pulmonary edema. The chest X-ray appearance of the pulmonary edema ومثل ما شرحناها بالعمل من الجروبات اللي حضرت العملي أنه راح يأخذ عدة features من ضمنها the upper loop pulmonary venous diversion وشرحنا بالعمل ليش يصير upper loop pulmonary venous diversions وقلنا أنه هذه هي عبارة عن defense mechanism لأنه when the patient is standing لما يأخذ the chest X-ray مفروض الفلويد يكون بي بولينج للديبندنت بارت بالبيسز وبالميد اند لور بارت اوف ذا لانج فذيس بارتس ويل بي اكيوبايد باي ذا فلويد فهذا اكيد راح ياثر لنا على الفنتيليشن هو البرفيوجن نورمال البلد دا يجي لهاي المناطق بشكل طبيعي لكن المشكله بالفنتيليشن الاير ما دا يصل للالفيولاي ويعمل لنا الفنتيليشن برفيوجن بروسيس فكديفنس ميكانيزم البلد راح يتحول اتجاهه الى الابر لوبس اللي هي ستيل ويل فنتيليتد حتى يحافظ لنا على مستوى الاكسجين ان ذا بادي فشلون راح نشوفها بالتشيست اكس راي راح نشوفها بشكل خطوط متجهه الى الابر بارتس اوف ذا لانج
Pleural effusion, مثل ما نتوقع بما أنه هو fluid overload في البلمونري إديما can be associated with the pleural effusion. هذا pleural effusion ممكن يكون free اللي مثل ما شفنا يعني إنه obliteration of angles وmeniscal sign, وممكن يكون fissural effusion يتجمع بال horizontal fissure وحتى يسوي لنا فد شيء يشبه الماس نسمينه pseudo tumor. هاي تجيكم طبعا chest X-ray بها فد well defined mass mass like lesions هنا, وبعد يومين تيجي نورمال كن اختفت الماس. زين اقول لك هذا نفس المريض, فانت تتوقع انه هذا mostly fluid and this fluid has gone. وعادة البلمونري ايديما is a bilateral condition, يعني تصير بال both lungs تقريبا symmetrically تقريبا. But it may uncommonly appear unilateral لسبب او لاخر. مثلا واحد من الاسباب المشهوره انه المريض يبقى نايم على جهة اليسار, فتشوفوا البلمونري إديما بالليفت وما تشوفوها بالرايت وإلى آخره. هناك بعض الخطوط المشهورة بالبلمونري إديما واللي تعزز ثقتنا بالدايغنوسيس نسميها كيرلي لاين, كيرلي A and كيرلي B line. شنو هي؟ هي عبارة عن سيبتال لاين thickening of interlobular fissures. طبعا this is the B line اللي هي B near the base of the lung, B near the base of the lung حتى تحفظوها. والثانية هي الـ A lines اللي هي بهذا الشكل اللي تتجه نحو الـ hilum of the lung. هذه عبارة عن thickening of interlobular fissure due to طبعا fluid deposition. Other, this is another sign of the pulmonary edema. هذه chest X-ray of the an adult patient showing bilateral patchy opacifications of both lung, بحيث حتى the cardiac border is obliterated by this patchy opacifications and the cardiac size of course cannot be judged لأنه the heart is obliterated. This is mainly into the middle and into the lower zone, and this is the shape of the pulmonary alveolar edema اللي هو bilateral patchy opacification. واضح موضوع البلمونري إديما؟ أحد عنده سؤال عليه؟ إذن نعم دكتور بس اللاينز الأي والبي لاينز. دكتور الأي والبي لاينز هي عبارة عن لاينز, واحدة منها تكون متجهة هنا قريبة من البيس أوف ذا لانج تقريبا 1 تو 2 سنتيم, والأخرى أطول 2 تو 6 سنتيمتر ومتجهة إلى الهايلم. عبارة عن لاين انترستيشال لاينز, يعني هي واحدة من الساينز أوف ذا بلمونري إديما. ممكن يعني هاي فد علامة إضافية, بس إحنا دائما نشخص البلمونري إديما من البايلاترال الفيولر أو إير سبيس شادوينج أو حتى انترستيشن. ذكرنا إنه البلمونري إديما كود بي انترستيشن كود بي الفيولر, واللي جماعة اللي عملي سألناهم ياهو الأول تكون انترستيشن ولا الفيولر, ياهو الفيرست ستيج انترستيشن الأول, وإذا زادت تصير أحسنتي شبه, وإذا زادت راح تصير البيولر, صح؟ فإذا تنطينا interstitial shadow, البيولر shadow, وياها enlargement of the heart إذا كان the cause cardiogenic, وياها pleural effusion, زين, وياها curly and A and B lines, وياها upward diversions of the blood vessels. نجي نتكلم عن congenital heart disease. congenital heart disease كلينيكلي تتقسم الى سيانوتيك واسيانوتيك كونجنتال هارت ديزيز. طبعا السيانوتيك اللي هي اللي يصير وياها سيانوسيس. السيانوتيك كونجنتال هارت ديزيز ايضا تتقسم الى سيانوتيك كونجنتال هارت ديزيز وذ انكريز بالمونري فاسكولاريتي اور ديكريز بالمونري فاسكولاريتي. من السيانوتيك كونجنتال هارت ديزيز اللي يصير وياها انكريز بالمونري فاسكولاريتي هي التوتال انومالس بالمونري فينوس ريتيرن والتي جي اي وترانكس ارتريوسس والارتريو فينوس سبتا ديفكت وسنجل فنتريكل without pulmonary stenosis. اما من السيانوتيك كونجنتال هارت ديزيز اللي يصير وياها ديكريس بالمونري فاسكولاريتي هي توف والبنتولوجي اوف كنترول واذر كومبايند انوماليز مثل بشتاين انومال ويز اي اس دي. هنا هذا المخطط يوضح لنا انه congenital heart disease تتقسم الى السيانوتيك والاسيانوتيك, والسيانوتيك ايضا تتقسم الى increased pulmonary vascularity وdecreased pulmonary vascularity, وكل وحده اكو تحتها مجموعه من الconditions. هذه صوره توضيحيه توضح لنا شنو معنى الابشتاين انومالي.
بس لاحظوا الجزء الايمن من الهارت زين رايت اتريوم ورايت فنتريكل هذا النورمال هارت وهذا الابشتان انوماليش شبيه بالانومالي هنا ترايكسبت فالف هذا مكان النورمال بالابشتان انوماليش شيء يصير ترايكسبت فالف يصير بهالمكان فيسموها arterializations of the right ventricle يعني part of the right ventricle اللي هو مفروض هذا يعني right ventricle راح يصير arterial هذا بس توضيح حتى تذكروه TGA ايضا هاي صوره توضيحيه TGA total anomalous pulmonary venous return not TGA انه البلمونري فينوس كونكشنز راح يصير ابنورمال مثل ما تلاحظون بهذه الاسهم بدل مثلا ما البلمونري فينس ترجع للليفت اتريوم راح يكون الدرينج مالها انورمالس وهي بها ايضا نوعين زين هاي فقط تفاصيل حتى تتذكرون المواضيع من نتكلم عليها ايضا الاسينوتيك كونجنتال هارت ديزيز ايضا تنقسم الى انكريز بلمونري فاسكولاريتي ونورمال بلمونري فاسكولاريتي الانكريز بلمونري فاسكولاريتي مثل بي اس دي والاي اس دي والارتريو فنتريكولار سيبتال ديفكت والبي دي اي والنورمال بلمونري فاسكولاريتي مثل سمول شانس واورتيك فالف ستينوسيس وكوركتيشن وبلمونري ستينوسيس مثل ما هو ملاحظ موضح بهذا بهذا الشكل او الدايجرام ندخل بالموضوع هسه عندنا تيترولوجي اوف ذا فالت وهذا ايضا شرحناه هو اسمه تيترولوجي يعني رباعيه زين شنو هي رباعيه مال فالت احد يتذكر جماعه العملي دكتوره في اس دي ويكون اوفر رايدنج احسنت والرايت فنتريكل هايبرتروفي والبولمونري اوبستراكشن بولمونري ارتريس ممتاز ممتاز إذا نحن ذكرنا أنه التوف به أربع شغلات طبعاً المين تشست إكس راي فايندينج سببها شنو عبد الستار؟ يعني أكثر شيء نعم؟ بس السؤال دكتورة المين تشست إكس راي فايندينج بالتوف شنو هي؟ كارديوميغالي كارديوميغالي ويا تشامبر بالتحديد يصير الرايت فنتريكل أحسن. إذا كل chest X-ray findings يعني للتوف يعني معتمدة على هذا الموضوع يعني أو أكثرها أو أوضح شيء بها أو most classic symptom sign عفواً بالchest X-ray هو ال right ventricular hypertrophy. هذا ال right ventricular hypertrophy منين جاء؟ جاء من عدة مشاكل. أولاً VSD راح تسوي لنا left to right shunt طبعاً لأنه left part of the heart بالpressure أعلى من الرايت سايد او البلمونري سيركوليشن هاي واحد اثنين اوفررايدنج اوف اورتا يعني الاورتا السيتنج اوفر ذا سيبتوم بدل من ان تكون متجهه من الليفت فنتريكل وتاخذ البلاد من الليفت فنتريكل لا راح تكون بالوسط فهذا ايضا اوفرلود النقطه الثالثه رايت فنتريكولار اوت فلو اللي مثلنا هو البلمونري ارتري راح يكون ستينوس فكانما الرايت فنتريكل يدفع بشيء مسدود زين فهذا كله راح يسوي لنا ارهاق للرايت فنتريكل فيصير عندنا رايت فنتريكولار هايبر اتروفي شلون يصير رايت فنتريكولار هايبر اتروفي مثل ما شرحناها بالسلايدات السابقه انه هو الكاردييك ابيكس والبي راوندد اند اليفيتد والبي راوندد اند اليفيتد مثل هذا الشكل ويسموها بوت شيب هارت بوت شيب هارت من الاشياء اللطيفه يعني انه نلاحظها ويا التوف انه الاورتيك ارش موجود بهالمكان موجود بهاي المكان in 25% of cases with the TOF, we have right-sided aortic arch. هاي أيضا ممكن نشاهدها بHS X-ray وتعزز ثقتنا بالتشخيص. إذا شفنا الأورتيك arch in left-sided, هل هذا يمنع التشخيص مع التوف؟ لا طبعا. بس إذا شفناه right-sided, فهذا يأكد لنا أنه نحن ماشيين بالاتجاه الصحيح. من النقاط الأخرى بالChest X-ray of the TOF تشوفون lung very black, very translucent, both lungs. زين وهي ايضا ذكرناها بالعملي ونبهتكم عليها انه احيانا يغلطون بها الطلاب الامتحانات ويكتبوها اوفر انفليتد لانج وانفيزيما والى اخره زين وذكرنا السبب بهذا الترانسلوسنسي اوف ذا لانج ايش كان السبب يلا دكتور ريدوس الفاسكولاريتي اوف ذا احسنت نسميها لانج اوليجي احنا ذكرنا انه اللون اللي نحصل عليه من اللانج بالتشست اكس راي اللون النورمال هو نتيجه توازن بين الفاسكولاريتي وبين الاير اذا زاد الاير راح تكون اللانج مور ترانسلوسنت
وإذا بنفس الوقت قلل البلد أيضا راح تكون اللونج مور ترانسلوسنت. فهنا الترانسلوسنسي إن ذا لونج سببها إنه عندنا بالمونري أرتري ستينوسس، فكمية البلد الجاي لللونج قليل، فراح بالتالي راح تكون نسبة الإير للبلد راح تكون أكثر، فراح يطلع لنا اللونج ترانسلوسنت، وهاي نبهنا عليها حتى لا تغلطون بها بالامتحانات وتدخلون في الديفرنشال دايجنوسيس أوف بايلاترال لونج ترانسلوسنسي وتروحون بالاتجاه الخطأ. هل أنه إذا كان عندنا تشيست إكس راي توف مع اللونج إز نوت ترانسلوسنت هل هذا يعني يمنع أنه نحن نشخص توف؟ لا طبعا، لأنه إذا كان كومبليكيتد ممكن يصير مثلا ريفرسال اوف ذا شانت، او مثلا يعني ممكن يصير كومبليكيشن ويكون تكون اللنج بهذا الشكل. بس هو كلاسيكلي بوت شيب هارت رايت سايدد اورتيك ارش وذ ذا هايبر ترانسلوسنسي اوف بوث لنج، والميراديولوجيكال فيتشر هو راوندينج اوف ذا ليفت كاردييك ابيكس ديو تو ذا رايت فنتريكولار هايبرتروفي. احد عنده سؤال عن التوف؟ ننتقل الى موضوع تي جي اي. شنو هو تي جي اي؟ تي جي اي احنا نورمال ليفت النورمال اورتا ياخذ من الليفت فنتريكل، والنورمال بالمونري ارتري ياخذ من الرايت فنتريكل. بالتي جي اي راح يصير بالعكس، البالمونري ارتري ياخذ من الليفت فنتريكل مثل ما تشوفون هنا، والاورتا ياخذ من الرايت فنتريكل، فراح يصير لنا مشكله. شنو هي المشكله؟ المشكله انه البالمونري فينز تصب الليفت اتري ينفجر منها اوكسجينيتد بلاد، وراح ترجع مرتلخ للبلمونري ارتري، فيصير كانما الليفت سايد اوف ذا هارت كله اوكسجينيتد والرايت سايد اوف ذا هارت دي اوكسجينيتد، اند ذس از اوف كورس انكومباتبل وذ لايف. زين، حتى يعيش الطفل اشرح شنو الحل. الحل انه يكون عنده اوبننج، زين، او شانت بين الجهتين. هاي الاوبننج قد تكون مثلا اي اس دي، في اس دي، او بي دي اي، واذا ما عندنا نحن لازم نشجع البي دي اي انه تبقى اوبن بعد الليبر من خلال اعطاء البروستاجلاندين. ويقال انه التي جي اي از ذا موست كومن سينيتو كونجنيتال كارديك انومالي وذين وذ ساينوسيس ان فيرست 24 اورز اوف لايف. يعني طفل بورن وذ ساينوسيس والهارت بي كارديوميجالي، بورن وذ ساينوسيس زين وكارديوميجالي، فاول كونجنيتال هارت ديزيز تخطر على بالنا هي التي جي اي. تشيست اكس راي ابييرنس هو لايك ذس، كارديوميجالي. كارديوميجالي له شيب خاص نسميه egg on side appearance أو egg on string، كأنما بيضة محطوطة يعني هاي قاعدة البيضة وهذا هو شكل البيضة، ويكون ال superior mediastinal narrow، والنروينج سببها أنه في ترتيب الأناتومي بين الأورتا وبين البلمونري ترانك لأنه اختلف، فصارت كلها at same sagittal plane، فيطلع لنا يعني ضيق السوبيرير ميدياستاينم، واللانج مثل ما تشوفوها بليثوريك لانج، يعني البلد زايد بيها. زين، هاي واحدة من الفيتشرز اوف ذا تي جي اي. اذا مثل ما ذكرنا كارديوميجالي، ايج اون سايد ابييرنس هارت، واللانج از بليثوريك لانج ديو تو انكريز فاسكولاريتي انتو ذا لانج. حد عنده سؤال على تي جي اي؟ VSD واحد من الـ most common congenital cardiac abnormality، وأحياناً يشخص بالطفولة وأحياناً ما يشخص إلى adult life، يعني يعتمد على التايب والسايز وإلى آخره، وينقسم طبعاً إلى أنواع تعرفوها أنتم بالباطنية، ما راح ندخل بالتفاصيل. طبعاً الـ VSD راح يسوي لنا شنت left to right ولا right to left shunt الـ uncomplicated VSD. Left to right. Okay. ليش؟ لأنه pulmonary circulations has a higher pressure than the systemic circulation has a higher pressure than the pulmonary circulation. فالشنط راح تكون من left to right. ممكن تقلب هذه الشنط بعدين إلى ممكن تصير right to left shunt. نعم دكتور. طبعا لانه تبدي البلمونري بريشر يبدي يزيد، نتيجة هذا الشنط يزيد الى ان يصير بيناتهم اكوليبريم، فتقف الشنط، يعني يصلوا مرحله انه الجهتين يعني يساوي بهم بريشر فما يصير بها شنطينج، وبعدين البلمونري سيركوليشن ممكن يعبر هذا البريشر فتبدي الشنط تنعكس، وهذه شو نسميها؟ الاف، شو نسمي انه هذا السندروم؟ لما تنعكس الشنط تصير رايت وليفت. نعم. ايزنمنجر سيندروم.
شنو توقعاتنا للتشست اكس راي فايندينج في الفي اس دي؟ مثل ما قلت لكم احيانا يعني بالصدفه تكتشف بعدين الى اخره، او يكون مال سيمتوماتيك فروم ذا بيجينينج، يعتمد على الشنطه نوعيته ومكانه والى اخره. فممكن يكون تشست اكس راي نورمال عادي، وممكن يكون عندنا كارديو ميجالي وخاصه ليفت اتريال انلارجمنت، ليفت اتريال انلارجمنت زين، although the right and left ventricle can also be enlarged. See, mainly left atrial enlargement. وتذكرون the radiographic features of left atrial enlargement ممكن نراجع بداية المحاضرة. ذكرنا أن هي تصير double right cardiac border مع splaying of the carina مع أحياناً bulge below the pulmonary trunk. زين. Large VSD may show features of pulmonary arterial hypertension وبالتالي pulmonary edema. زين. Pulmonary arterial hypertension و من الكومبليكيشنز المهمه للفي اس دي هو هذا الايزنمنجر سيندروم زين، وهو كومبليكيشن ما موجود بس بالفي اس دي، ممكن موجود بالاي اس دي وبعض الاذر كونجنتال انوميس. عندنا بعض الساينز اللي احب تعرفوها عن الـ عن الكونجنتال هارت ديزيز واسماء كلش يعني تمر علينا. اخذنا بعض مثلا البوت شيب هارت، ذكرنا انه هو اوف وات اوف ويتش تايب اوف كونجنتال هارت ديزيز. يلا من يجاوبني؟ البوتشي بارت مر علينا قبل شوية. دكتور دكتورة رايت فنتركل هايبرتروفي بالتوف والإيج أون سترينج أبيرنس. مريم رعد الإيج أون سترينج أبيرنس قبل شوية مرت علينا ومكتوبة على السلايد. مريم زين ساري دكتورة transposition of a great vessel. The transposition of the great vessels. راح ناخذ ساينين اضافيات اللي هي البوكس شيب هارت اللي هو كوايت انلارجد هارت الطفل نيونيت، والاخر فيجر اوف 8 ابييرنس اللي موجود بالتوتال انوملس بالمانري بين 16. شلون تبين هذه بهذا الشكل نيونيت with the very large large cardiac shadow، هذا نسميها box shape heart وموجودة بالبشتاين anomaly اللي ذكرناها بالسلايدات السابقة. البشتاين anomaly تساوي لنا arterializations of the right ventricle يعني tricuspid valve، بدل أن يكون بمكان الطبيعي راح يكون slightly caudally فيصير part من the right ventricle، يصير جزء من the right atrium ويسوي لنا هذه المشكلة. This is the box shape heart into the بشتاين anomaly. Another box heart also caused by Epstein anomalies. Figure of 8 appearance, هذه figure of 8 appearance, just like this. Enlargement of the cardiac shadow with the figure of 8 heart, while causes is, the cause is the total anomalous pulmonary venous return. إلى هنا خلصنا الكلام عن congenital cardiac disease. أحد عنده سؤال عن التوف TGA, Epstein anomaly, total anomalous pulmonary venous return؟ ننتقل إلى البريكارديال كالسيفيكيشنز. إذا نورمال تشيست إكس راي عادة إحنا ما نشوف هذا الخط الأبيض حول الهارت، عادة هذا ما موجود. لما نشوف هذا الخط الأبيض حول الهارت ف this is usually indicating pericardial calcifications، لأن البياض مالته هو يعني قريب من البون، يعني إحنا ما عندنا بون أكيد حول الهارت. This is mostly a calcification. شنو causes of the pericardial calcifications؟ أكيد تعرفوها. الأشياء اللي سوينا الكالسيفيكيشن هي الكونستركتيف بيريكارديتس والريستركتيف كارديومايوباثي وبقية أسباب أخرى أقل شيوعا مثل كرونيك أديسيف بيريكارديتس روماتيك بيريكارديتس مايوكارديال كالسيفيكيشنز إلى آخره. بس أهم سببين هي الكونستركتيف بيريكارديتس والريستركتيف كارديومايوباثي، وهذا هو الأبييرنس أوف ذا كارديك كالسيفيكيشنز إن ذا سي تي سكان. طبعا يكون كلش أوضح زين وإن ذا تشيست إكس راي يكون بشكل خط أبيض حول الهارت، ما متعودين نشوفه بالنورمال chest x-ray. And this is the lateral chest x-ray. And here the line is inferior to the heart. آخر موضوع من المحاضرة هو موضوع pulmonary embolism. طبعا موضوع pulmonary embolism مثل ما تعرفون هو fatal condition, serious condition. وبدأنا نواجهه بشكل أكبر بعد مشكلة الكوفيد-19.
وأنه مرضى الكوفيد 19 صار عندهم ثرومبوفيلومينا أكثر. صرنا نشوف بعد الكوفيد 19 انفكشن صرنا نشوف بالمونري امبوليزم، صرنا نشوف سي في اي، صرنا نشوف دي بي تي أكثر من ما قبل البانديميك. فيعني المفروض نفهم شنو البالمونري امبوليزم اند تشيست اكس راي ابييرنس اند ذا ايميجينج اوف ذا بالمونري امبوليزم شلون نتعامل وياه. طبعا هو امبوليك اوكلوجن اوف ذا بالمونري ارتيريال سيستم، زين، وتيبيكال سيمتوم مثل ما تعرفوها الدسنية، ديكيبنيا، بلوريتك تشيست بين، وتاكيكارديا، وهيموبتيسيس. واكيد ما اخذين بالباطنيه الاي سي جي تشينجز اللي تصير بالبالمونري امبوليزم اللي هي شنو؟ ساينس تاكيكارديا غيرها بيها فد اسم معين. S1Q3T3 ولا أنا غلطان يعني حسب ما أتذكر على ذكرياتي من الباطنية، صح؟ بيها فد تشينجز معينة بال ACG أيضا ممكن تخلينا نفكر بموضوع البالمونري امبوليزم. عادة البيشنت اللي يجي وذا صدم shortness of breath راح ناخذ له chest x-ray. راح اخلي بالنا يعني differential diagnosis ممكن يكون من ضمن البالمونري امبوليزم، لكن بالحقيقه chest x-ray في كثير من الاحيان بالبالمونري امبوليزم يكون normal. ونحن لما ناخذ chest x-ray عاده to exclude other causes اللي هي اهمها النيموثوركس والنيمونيا، خاصه اذا البيشنت عنده فيفر، لانه احيانا بالبالمونري امبوليزم ممكن يكون عندنا low grade fever. فاذا chest x-ray is relatively non specific for the diagnosis of the pulmonary embolism and it is usually ordered to rule out the other differential diagnosis mainly pneumothorax. ممكن احيانا نشوف شويه small pleural effusion او area of atelectasis يعني incomplete collapse of a loop او يعني مع elevated hemidiaphragm، كل هاي الاشياء ممكن تكون موجوده بس كلها non specific. زين، وممكن نشوف شيء يسمينه الهامبتون هام without an air bronchogram. متى نشوف الهامبتون هام؟ الهامبتون هام عادة إذا كان pulmonary embolism سوانا infarction into the lung، راح نشوف area triangular shape area والbase of the area to the periphery ونسميها الهامبتون هام، وهي عادة تكون باللور لوبس rather than into the upper لوبس. احيانا ايضا ممكن يكون عندنا pulmonary hemorrhage without infarction، وشلون نفرقها؟ طبعا اثنينهم يطلعون density بالجست اكس راي، اثنينهم ممكن as a area of consolidation، لكن الفرق بالمدة. عادة الهيمورجي يصير بresolutions within a week، بينما الانفاكشن يبقى ولفترة أطول لأشهر وبعدين ينتهي بسكار. يعني بالفولو أب ممكن نعرف أنه هذا not only hemorrhage بس وإنما مع انفاكشن. زين، فإذا مثل ما نعرف أن القاعدة العامة بالبلمانيا إمبوليزم هو أنه chest x-ray is non-specific. زين، is non-specific لكن نعمله حتى to rule out other differential diagnosis وخاصة النيموثوركس. وشنو نتوقع نشوف اذا كان عندنا pulmonary embolism؟ يعني اذا كان عندنا شك بالpulmonary embolism وشفنا شويه pleural effusion او علامات للوس اوف فوليوم، فراح يتعزز الشك مالتنا ويخلينا to proceed to more sophisticated investigations. وذكرنا انه اذا كان infarct سوت infarct راح نشوف الهامبتون هاب، وهذا طبعا sensitivity ماله قليله، يعني نشوفه بس فقط بال10 او 20%، لا يتجاوز 20% من الكيسز. بس هو كلاسيكلي موصوف بهذا الشكل. اذا تلاحظون هذا الشيست اكسري شوفوا انه وي هاف هنا كونسوليديشنز رايت اند بريفرال كونسوليديشنز، بس تلاحظون انه هي تريانجولار ان شيب والبيس تو ذا بريفري وذ ذا سلايت اليفيشنز اوف ذا ليف دايفرام، يعني ساينس اوف لوس اوف فوليوم اياها. وطبعا المريض جاك سايدن شورتنس اوف بريث وهو عنده دي في تي. زين، هو عنده دي في تي او مثلا مسوي بيلفيك سيرجري أو مثلاً مثل ما نشوف بالسيزيريان سيكشن سيزيريان يعني أوبريشن، وراها تجيك المريضة هي healthy wealthy تجيك with sudden shortness of breath. إذا أخذت chest x-ray وشفت هذه الوضعية this is mostly infarction secondary to the thromboembolic phenomena. هنا دي يشرح أنه بالبداية كانت normal chest x-ray وبعدين بعد فترة صار طلع عندنا الهامبتون هام، يعني بس دي واضح لنا انه chest x-ray ممكن يكون negative in the beginning. زين،
اذا شلون نشخص البلمونري امبوليزم؟ طبعا البلمونري امبوليزم موضوع كلش ضخم كلش كبير، ولانه سيريس ورابيدلي فيتل، فمفروض واحد يخلي بباله مثل ما ذكرنا انه واحد اذا عنده عامل خطوره مثلا دي في تي، او هو عنده قابليه على ثرومبو امبوليك فينومينا، او مثلا يعني يتوقع به مثلا other causes of the embolism، حتى مو بس ثرومبو امبوليك، مثلا فات امبوليزم، مثلا فراكتشر نيك اوف فيمر والى اخره، يخلي ببالنا، لازم يكون خلينا ببالنا. ففي بعض السناتر يعني حتى ما يعتمدون على chest X-ray، إذا البيشنت acutely eligible نودي له CT scan. CT scan طبعا sensitive يعني specific good test for the pulmonary embolism، وهتلاحظون أنه الثرومبوس راح تكون بهذا الشكل، عبارة عن this black area أو hypodense area inside the vessels which is filled with the contrast. قبل السي تي سكان كانوا يعتمدون على فد نيوكليير ايمجينج سميها فنتيليشن برفيوجن، سموها فنتيليشن برفيوجن مس ماتش، اذا كسامعين بها انه نسوي الاستدي واذا طلعت عندنا اكثر من تو اريا اوف فنتيليشن برفيوجن مس ماتش نتوقع انه ذيس از بلمونري امبوليزم. لكن هذا الموديل بطل حاليا، حاليا السي تي ان جي هو رقم واحد بالتشخيص. وعندنا فحوصات اخرى حتى تكمل الصوره، يعني من الاشياء مثلا دي دايمر، دي دايمر هسه اللي نشوفه اللي يسووه بكثره من مرضى الكوفيد، اذا دي دايمر طبيعي زين، اذا دي دايمر طبيعي فيعني نستبعد البلمونري امبوليزم بدرجه كبيره. اذا دي دايمر عالي يعني ممكن يكون بلمونري امبوليزم، ممكن يكون يعني هاي الاليفيشنز ديو تو اذر كوزز، لكن اذا كان طبيعي يعني هو اهميته دي دايمر كنيجاتيف تيست راذر ذان كبوزيتيف تيست. ومثل ما قلت لكم الاي سي جي، إذا رتب إذا نبدي نراجع الموضوع الرتبة مرة أخرى، مريض عنده دي في تي أو ميجر سيرجري ولا آخره، وجاء وذا صدن شورتنس أوف بريث، أسعفنا الوقت إنه ناخذ له تشيست إكس راي، أو حتى إلى حين أن نرتب له وضعية للسي تي ممكن ناخذ له تشيست إكس راي. طبعا نيجاتيف تشيست إكس راي will not exclude pulmonary embolism. أيضا ممكن نعمل له ECG ونشوف changes of the pulmonary embolism، وممكن نسحب منه الدم ونعمل فحص الدي دايمر اللي إذا طلع نيجاتيف هو mostly this is not a pulmonary embolism. الخطوة الثانية to exclude هو نسوي له CT pulmonary angio اللي هو very good test. ومثل ما قلت لكم أنه بالسابق كان الventilation perfusion mismatch by يعني هو nuclear imaging كان هو الستدي اوف تشويس فور ذا بالمونري امبوليزم، وتغيرت هاي الوضعيه بعد دخول السي تي ان جي. دكتوره نعم تفضل. دكتوره اذا الدي دايمر طلع نيجاتيف ما حاجه نعمل سي تي سكان مو؟ يعني هو الموضوع اعقد من هذا، بس انت حتى لو سويت سي تي سكان فانت يعني سواء لهذا السبب، يعني انت شوف دكتور، هو المريض عنده اعراض ولا ما عنده اعراض؟ اكيد عنده اعراض، ولا شنو اللي خلاك تفكر بالبلمونري امبوليزم؟ صح تمام دكتور. تمام احمد زين. فاذا انت لما سويت الدي دايمر يعني طبعا انت خليت احتماليه مثلا بيشنت كوفيد وجاك وذا بعد فتره سادن سيفير شورتنس اوف بريث وتكي كارديو وتكيبنيا الى اخره وما عنده فيبر، ما عنده فيبر، فانت خليت ببالك البلمونري امبوليزم زين، سويت لا باي ذا واي يعني هاي الليسته من الفحوصات ومن ضمنها الدي دايمر، طلع الدي دايمر نيجاتيف، انت بهالحاله دي قدام تعرف انه هذا على الاغلب مو بلمونري امبوليزم، اول شيء راح ترتاح نفسيا زين، او ما ترتاح نفسيا، وانما بلمونري امبوليزم يعني خلينا نقول صار ليس لايكلي، بس انت راح تسوي له احتمال سي تي سكان. ليش؟ ممكن هذا يكون نيموثوركس. وانت اذا انتم سامعين انه هسه او يعني مو هسه يعني هي من بدايه الجائحه، بس لانه الكيسات كثرت فطبعا الانسيدنس كثر، انه الكوفيد 19 قامت تسوي كافيتاري ليجنز، كافيتاري ليجن، والكافيتاري ليجنز ممكن تربتشر تعمل نيموثوركس زين. فانت مثلا اوريدي خليت ببالك ليست اوف ذا ديفرنشال دايجنوستس، مثلا خلينا نقول صار البلمونري امبوليزم ليست لايكلي، فتبقى يعني بقيه الليست تشيكها بحسب التيست المناسب. هذا هو الفائده من الموضوع، صار واضح؟ تمام دكتورة شكرا. أحد عنده سؤال؟ إحنا لهنا إن شاء الله خلصنا محاضرات الشيست والميديستاينم والكارديك إيميجينج، يعني أتمنى تكونوا مستفادين.